أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من أصالة زمان. لسانك موقفك، فلا تهنه ولا تكثر في وعد لا تستطيع الوفاء به. الحقيقة أنه دي من أصدق المقولات اللي ممكن تعبر عن أهمية الوفاء بالعهد والوعد، فالكريم إذا وعد وفى، والشعوب والمجتمعات ممكن تتقدم بالوفاء بالوعد. فآفة المروءة خلف الوعد، كمان عدم الوفاء بالوعد بيسبب للشخص التاني نوع من الانكسار والخذلان وأذية نفسية كبيرة. وقد جعل الله تعالى الوفاء بالعهد من الإيمان، فالناس مضطرون إلى التعاون ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء. فالبشر بيحكموا علينا من خلال ما بيشوفوه من أعمال بتتوافق مع ما سمعوه مننا من كلمات، عشان كده لازم نعرف تأثير ما نقول وخطورة ما تقدم من وعود، لأن هي اللي بترسم صورتك وبترسم مصداقيتك لدى الآخرين. فلا تقدم عهودا لا تستطيع أن تفي بها. هتكون معانا دكتور ريهام الهواري، استشاري مهارة التواصل، عشان تكلمنا أكتر عن الصفة الجميلة دي. لكن خلونا نشوف آراء الشارع إيه. ما زال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. هنفضل كده؟ لازم تقابلي، لازم تقابلي ناس كويسة ولازم تقابلي ناس كويسة وحشة، ده الطبيعي بتاع الحياة. لكن ما زال موجود في ناس كويسة وناس عندها وفاء وناس بتحافظ على العهد، ما زالت موجودة يعني. هي يعتبر والله في العصر اللي احنا عايشينه ده يعتبر شوية مختفية، بسبب يعني الشباب شوية بقت طايشة، محدش بيعمل اللي هو بيقول عليه، كلها بتقول بس. يعني هو لازما يعني مادام حد قال كلمة لازما يكون قدها، يعني مينفعش أكون أنا موعدك بحاجة واجي بعد كده ما نفذهاش بسبب غياب القيم والأخلاق والمبادئ، ولا أصبحوا الناس يعني صدق الكلمة دي والوفاء بالوعود تجدها نادر عند البعض إلا من رحمة ربي. هي موجودة بس مش زي زمان، يعني على أيام زمان كان اللي بيقول كلمة بيبقى قدها، دلوقتي اللي بيقول كلمة مبيبقاش قدها، لسبب يعني الوعود بتختلف بين الأصدقاء وبين الصحاب، مبيبقاش فيه أصدقاء كتير، قليل كلمة صديق دي هي بتبقى بين الأصدقاء، هي موجودة بين الإخوات ومش كتير برضو دلوقتي. موجودة بس مش موجودة كتير إلا في الأرياف وفي القرى الأريافية، أما في المدن بتبقى موجودة بس مش بصفة كتيرة. رجعنا لحضراتكم بعد ما شفنا رأي الشارع ودكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، هتكلمنا أكتر عن أهمية الالتزام بالعهد والوعد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا، إزيك يا ست إنش؟ نبدأ يا دكتور من آخر جملة حد من مشاهدينا قالها، وهي فكرة أنه الصفة دي يمكن تكون موجودة أكتر في الأرياف عن المدن. حضرتك بتتفقي ولا بتختلفي مع الرأي ده وليه؟ لا، هي مش يعني كلامه صح، بس لطبيعة المعيشة وصغر المجتمع بتبان أكتر، لكن القرية بيبقى مجتمع قريب من بعضه أكتر، بيبقى الناس تعرف بعض أكتر، مش زي المدينة. المدينة هيصة ودوشة والعدد أكبر، فما بيبانش أهمية الموضوع ده. بصي، خليني أقول لك العكس، خليني أديكي قباحة عدم الاهتمام بالمكارم الأخلاق دي. هو يعني إيه إن أنا أوفي بالوعد؟ عكسها يبقى إيه؟ الغدر. في حد بيقدر ينام بالليل وهو مغدور بيه؟ طبعاً لا، استحالة. فساعات لما بنيجي نعرف الشيء بنحب نعرفه بالتضاد، عشان الواحد لما يعرف التأثير النفسي للضد شكله إيه، احتمال يلتزم ويدي وضع وأهمية للخصلة دي. يعني إيه الوفاء بالعهد؟ العهد هو الوعد، والوفاء به يعني إتمامه واستكماله لحد نهايته، يعني القيام بجميع الالتزامات المرتبطة بهذا الوعد. أنا وعدتك بكذا كذا، ده يعني واحد اتنين تلاتة. فالوفاء بالعهد بيكون ما بين العبد وربه، الوفاء بالعهد بيكون ما بيني وما بين رب العمل اللي بشتغل معاه، ما هو ده وعد وعهد، العقد بتاع الشغل ده اللي بمضي عليه، ما ده عهد ووعد.
الوفاء بالعهد هو مع الزوج لزوجته ومع الزوجة لزوجها، مع الأب للأبناء، مع الجيران، مع الجار، مع المجتمع، الشارع اللي أنا ساكن فيه. فده كلها أنواع من العهود، دي عقود اجتماعية ما بيني وما بين اللي قدامي. وبالتالي لما حد بيخل بالعهد أو بالوعد، ده بيبقى التاني بياخده على إنه نوع من الغدر، وقسوة الغدر مريرة وبتعمل تباعد وبتعمل تنافر وبتعمل ضغينة. طب دلوقتي يا دكتور، دايما بنسمع كلمة لأ ده عيل، ده كلمته كلمة عيال. هنا بنسأل بقى إزاي ممكن الأطفال نغرس فيهم القيمة دي بالشكل المظبوط؟ أنتي قلتي كلمة حلوة قوي في المقدمة، قلتي إيه؟ ما نوعدش غير لو هنقدر نعمل الوعد ده. كتير قوي من الناس اللي بنقابلها وبنعمل لها كوتشنج بيبقى عنده نوع من عدم الثقة، المستراست. ده بيتولد من الصغر، عارفة ليه بقى؟ حاجة بسيطة جدا، من كتر ما الأم والأب بيحبوا ولادهم وعايزين يعملوا لهم كل حاجة فبيدوهم وعود كتيرة، وفي حقيقة الأمر ما بيقدروش ينفذوها، فبتتولد عندهم نوع من عدم الثقة. ما هو أقرب الناس ليا وأكتر الناس بتهتم بيا وما بيعملوش اللي بيقولوه، يبقى انت بقى يا غريب هتعمل. فبالتالي دايما اقول في تربيه الابناء دايما اوعد بالقليل، فلما اعمل الكتير الناس تتبسط اكتر. يبقى مش غلط ان انا ادي حاجه او اوعد بشيء سهل ان انا اعمله، فلما بس ده مش معناه ان انا اتخاذل، لو اقدر اعمل ازيد اعمل عشان لما اعمل الازيد الناس تتبسط، يبقى تأثيره أجمل، تقدر وتأثيره، لان بتعملي الشيء غير متوقع فبيتبسط اكتر. وده مهم قوي مع الابناء، وبالتالي لما بيشوفوا ان كل اللي بيتوعدوا بيه بيتنفذ، ده بيولد عندهم الثقه، ويتولد عندهم الشعور بان بالامان، لان خلاص بدل ما اتقال له كذا يبقى هتعمل كذا، مش هتتسحب السجاده من تحت رجله مره واحده، او هيبقى هو متخيل ورسم احلام وعلى ان وعد معين، او ما عندوش زي تقدير السفر مزبوط. تعالوا نخرج الجنينه، هاخدكم ونسافر، طب انا جت ظروف وما قدرتش اسافر. في الحاله دي لازم ادي البديل ولازم اعوض، يعني اقصد ايه؟ بدل مش قادره اوفي بالوعد ده ادي الاسباب واعتذر واعمل حاجه بديله ممكن تكون اكبر منها كمان، بس علشان ايه؟ اعوض اولادي. ده مش الحال في الشغل، في الشغل في العهد والوعد، يعني الحفاظ على اسرار شغلي، ان انا اقوم في شغلي باكمل وجه، والوفاء بالوعد. يعني انا يعني دايما يقول لك ايه؟ لو حد عمل لي شغل لازم اديله فلوسه في ساعتها، الوفاء بالاجر. ونوع تاني من البر بالوالدين ان احنا كمان نفي بوعودهم في وجودهم وبعد مماتهم، لما هم يقولوا وعد ده كده انا ببر اهلي، وعدوا حد بحاجه ومش قادرين يعملوها اعملها. طب دلوقتي يا دكتور في كلمة تانية برضو بتتقال دايما، انه دي كلمة راجل دايما. الرجولة مرتبطة بالوفاء بالعهد، ليه ده اولا؟ اشمعنى الراجل هو اللي دايما مرتبط الموضوع ده بالرجولة؟ رقم اتنين، ليه ما بقاش في حالات كتير دلوقتي، طبعا مش هنقدر نعمم، بس في حالات كتير حتى الكلمة دي ما بقتش بتأثر في بعض الرجال، انه عادي مش مشكلة، انا مش هوفي بوعدي. شيء محزن، يعني هقول لك ايه، يعني حاجه تضايق قوي، لان الراجل كلمه، الراجل كلمه، الراجل وعد، الراجل موقف. فلما راجل يعوز اللي قدامه، عايز يجبر اللي قدامه على احترامه والثقه وانه يحطه في منزل رفيع، يبقى لازم لما يقول كلمه يبقى ايه؟ يبقى قدها. لما يقول كلمة يقدر يتصرف في حدود الكلمة اللي قالها، يا إما ما قولهاش. وده نوع من التحكم في النفس، ونوع من كمان حفظ
حقوق الغير عليا. يعني لما اجي ادي كلمه لواحده، طب غيرت رايك، طب وذنبها ايه اللي ارتبطت بيك دي وصدقت كلمتك وقعدت معاك؟ يبقى ده نوع من الخيانه والغدر. لازم اقول الكلمه دي اعيدها تاني علشان الناس بتستهون بكلمه طب انا مش عامل. عدم الوفاء بالعهد والوعد غدر، والغدر شعور ما بيقدرش البني ادم اللي قدامه يغفره لمن غدر به. صحيح. يبقى ما اعملش العامله دي واستغرب الناس ليه ما بتثقش فيا، الناس ليه مش بتحترمني، الناس ليه مش مدياني مقامي ووضعي. طب هل يا دكتور واحنا بنتكلم عن النقطه دي تحديدا، التربيه اللي مع الاسف بنشوفها منتشره الحقيقه كتير في جيلنا، اللي دايما بتتعامل على انه مثلا الراجل ممكن يخطئ عادي، دي حاجه ممكن انها تتسامح، فبالتالي بدا يبقى في توليرنس او تسامح لفكره انه الراجل عادي ممكن يغلط، فبالتالي ممكن انه ما يوفيش بعهده تحت بند انه اتس اوكي ان هو يخطئ. حبيبتي الخطأ احنا كلنا بنخطئ، فالخطأ مش نهاية الكون، ده ربنا بيغفر. فإن الواحد والبني آدم خطاء، ما كلنا بنخطئ، بس الفرق ما بين بني آدم والتاني إن أنا لما بخطئ بعترف بخطئي وأحاول أصلحه وأحاول أستدرج عواقب السيئة اللي نتجت عن خطئي وأحاول أعمل رمدي ليها، أحاول أبعدها، أحاول أخفف وطئتها على اللي حواليا. لكن بغلط، نغلط عادي، نغلط وهو الراجل يغلط والست تغلط، يغلط. بس اللي بيفرق بني آدم عن التاني لما بيخطئ بيتصرف إزاي، بيشوف الخطأ ده إزاي، بيبقى مدرك أثار الخطأ بتاعه على اللي قدامه ولا لأ، بيتقي الله في اللي قدامه زي ما بنقول يا إنجي ولا لأ. ما هو إن أنت تتقي الله في اللي قدامك يعني إيه؟ يعني ما تبقيش أنت السبب في حصرته، ما تبقيش أنت السبب في ضيقه، ما تبقيش أنت السبب في أذى عموما، في أذى عن قصد وعن غير قصد. ليه؟ لأن عن غير قصد تقدري تتصرفي. طب هنا يا دكتور بتواجهنا مشكلة حضرتك ذكرتيها في كلامك، وهي فكرة إنه ممكن حد، إحنا بني آدمين في الأول وفي الآخر، طبعا. ممكن حد يوعد بحاجة وبعدين هو رجع في كلامه لأي سبب من الأسباب، الدنيا بتتغير والظروف بتتغير وحتى المشاعر والقلوب بتتغير، ففي الحالة دي ده بيصنف كإيه؟ يعني واحنا بنربي ولادنا نربيهم ازاي على البالانس في النقطه دي بالذات؟ بصي في كل حاجه دايما نقول ايه، بلاش الاوفر بروميس والاندر ديليفر. قبل ما اقول الكلمه افكر انا هعملها ازاي، قبل ما اوعد افكر ان الوعد ده هنفذه ازاي. لو تعذر الوعد يبقى ممكن احطه كخطه أو أعرضه كرغبة، ما يبقاش وعد، ما يبقاش عهد. وطبيعي، لأن أنت لما بتقعدي مع جوزك أو بتقعدي مع الولاد نقول لهم عايزين نعمل كذا، دي طريقة حوار، عايزين نعمل كذا، تعالوا بقى نتجمع مع بعض ونشوف ده هنعمله ازاي. يبقى ما فيش حد وعد، أدينا هنشتغل مع بعض. غير إن أنا إيه، أنا هعمل لكم كده يا ولاد وبعدين ما أعملش. مظبوط. هبقى ايه؟ خلفت الوعد. صحيح. يبقى دايما احط، لو انا مش مدرك ازاي ده يتعمل او لسه ما خططتش في دماغي ازاي يتعمل بس نفسي اعمله، احطه كمشروع نفكر فيه كلنا مع بعض، لكن ما يبقاش وعد ونوزع عواقبها على بعض. يعني لو ما تحققش يبقى كل واحد ليه دور، فهو ما تحققش ليه، فيبقى الموضوع مايلد وما نكسرش الثقه. لو كسرت الثقه طبعا. بشكر حضرتك يا دكتور على الحلقة الجميلة دي. حبيبتي. نتقابل في حلقة تانية ونتكلم عن قيمة تانية بإذن الله. وبشكر حضراتكم على متابعتكم، ونتقابل بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من أصالة زمان.